وقد جاءت النصوص في كتاب الله تبين أن التوحيد الأعظم هو توحيد الألوهية والعبادة، كما في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإن قوله إلهكم مأخوذ من الألوهية التي هي العبودية، فأفرد الله ووحده بالألوهية فقال: وإلهكم إله واحد. ويدل على هذا قوله لا إله إلا هو، وهي شهادة التوحيد التي يدخل بها الإنسان دين الإسلام، والتي من ختمت له خالصا من قلبه آخر حياته كان من أهل الجنان، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فهي تثبت توحيد الألوهية. وقال تعالى: قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون، فأثبت الألوهية الحق لله جل وعلا، وتبرأ مما يشركون، مما يصرفون إليه العبادة من دون الله جل وعلا. وكما قال تعالى: إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. انظر كيف قرر توحيد الله في قوله إنما إلهكم إله واحد، فجعل العبودية لله وحده، ثم فرع على ذلك أعمال الإنسان التي يعبد الله بها، فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى توحيد الله بالعبادة ارتاب المشركون من دعوته واستغربوا منها: كيف نترك معبوداتنا التي نصرف لها العبادة؟ فقال جل وعلا على لسانهم: وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ومن هنا فإن الإنسان يقرر بأن العبادة حق لله وحده، وأن هذا هو معنى التوحيد الذي جاء به أنبياء الله ونزلت به الكتب وأرسل به الرسل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انظر أتى بلفظ التوحيد في مقام العبودية ليثبت توحيد الألوهية الذي جاءت به أنبياء الله. وانظر لقول الصديق يوسف عليه السلام حينما قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ففي هذه الآيات التأكيد على وحدانية الله في العبادة، بحيث لا تصرف شيء من العبادات إلا له سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. انظر في أول هذه الآية أثبت ألوهية الله جل وعلا، وفي ثناياها أمرهم بإصلاح
العمل بجعله لله وحده، وأكد على عدم إشراك أحد مع الله في العبادة، فقال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هنا فإن النصوص التي جاءت بالتوحيد أكدت على دخول توحيد الألوهية بأن نفرد الله بعباداتنا، فلا نوجه شيئا من العبادات ولا نصرفها لغير الله جل وعلا. إذا تقرر هذا فإن الفارق بين أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال من سواه تنطلق من التوحيد. وفي التوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى أناس عندهم عبادات وعندهم صلوات وعندهم نسك حج وعندهم أعمال صالحات، ولكنهم كانوا يشركون بالله فيصرفون شيئا من العبادة لغير الله. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من حالهم، داعيا إلى التوحيد، آمرا به، مرغبا فيه. قد فارقت طريقته طريقتهم. ولذا في مناسك الحج كان الناس سابقا يلبون بتلبية الشرك، لبيك اللهم لبيك، لا لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلواته كثيرة بسورتي الإخلاص، سورة الكافرون وسورة الإخلاص. وكان الصحابة يقولون يقرأ بسورتي التوحيد لبيان تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى العظيم، معنى التوحيد.